كيفاش كنت؟ كيفاش كانت وقتها انت وخالد فاضل؟ كيفاش عاملين؟ والله وقتها مع بعضنا احنا، هو 99 للطرفة، راني 99 2000 كنت منافسة مع بعضنا وكهو معناها. لكن وقتها كنت باش نمشي للسي اس اس، انا وقتها مش كنت باش نمشي، انا مشيت. مشيت انت للسي اس اس؟ اي مشيت وقتها، هما بالزهر عندهم كوباراب. اي مشيت انا على اساس باش نبدا باش نمشي نلعب معاهم كوباراب. خلت نهار لحد في الليل، مشيت من تونس على مصر بري باش تمشي معناها، باش تمشي بري. اي فهمت كيفاش؟ باش تمشي بري وقتها. خلت غادي للسعوديه، عندهم كوباراب، نصر بديو مازال يلعب وقتها. نهارتها نهار لحد الكلوب تلعب في مع القروان في المنزه. تخسر الكلوب 3-2، وانا وقتها كي مشيت مازالوا ما صحوليش في العقد نتاعي. فهمت. قعدت غادي نهارين وروحت. علاش بطلوا الكلوب؟ بطلوا، هاي بطلوا خاطر خاسروا. خالد فاضل كان يقول الكلوب وقتها الماتش هذاك لعب فيه خالد المغزاوي. خالد المغزاوي قالوا لك لا ارجع معناها. ما حبوش، قالوا لك لا. بري باش تلعب لسه البطوله العربيه هذيك؟ لا لا لا، باش نكمل سيزون هذيك كنت انا. اه فهمت كيفاش؟ كنت نمشي بري. تبدلت الامور، رجعت مع الخساره هذيك، خليت تكمل في الكلوب ما تمشيش للسي اس اس. رجعوا ما صحوش هما، السي اس اس صحوا في الكونترا دو بري والكلوب مازالت ما صحتش. نهار لحد انا سافرت، هما نهارتها الكلوب تلعب في المنزه. رغم اللي مشيت والامور تمت بري. مشيت في السعوديه انا، نهار ثلاثه روحت. انت علاش حبيت تمشي للسي اس اس؟ حبيت نلعب انا وقتها. كان هو خالد المغزاوي صعيب. خالد فاضل ويظهر لي وقتها تلعب معاهم فخري بن عثمان، يظهر لي فخري بن عثمان. فهمني؟ وفما لونترنور اكسبراي هذاك هو. فيني اكسبراي. اي وقتها هو لونترنور. حكينا هكا هكا هكا، وقال لي معناها راك تيسيرا دوزيام ولا تروزيام. انا قلت له نحب نلعب راني. فهمتك. فهمني؟ ما يساعدنيش، قلت له ماشي السي اس اس. نحب نلعب باش نتطور، لازمني نلعب، ما نجمش نقعد على البنك. الخساره هذيك قال لهم رجعوه. مش هو قال لهم رجعوه، الإدارة. المسؤولين. المسؤولين ولا يعني. فهمني؟ ما كنتش فاهم انت برشا هو. ما كنتش فاهم انت، وعنده شويه تفضيل لخالد فاضل وقتها. علاش؟ يعرفها حتى خالد يعرف. علاش؟ ما نعرفش هكاك. يحب خالد فاضل ولا يأمن بأكثر بخالد فاضل؟ ما نعرفش علاش، أما المهم حسيت. هو تم نجحهم من أكثر المدربين نجحوا في الكلوب. بعد هزيت معاه كوب أنا. إي 2000 باش نجيك. إي. باهي احكي لي شوية على المنافسة مع خالد فاضل. ولا تقريبا من اللي جون الكل مع بعضكم، كيفاش كنتوا؟ المنافسة هذيك هي، نخدموا على رواحنا، والشوا ديما الانترنور، ونحاول الانترنور باش يوفق، واللي يبدا بيس دو فورم يلعب الآخر وكاهو معناها. فهمت كيفاش؟ شكون كان أكثر يلعب منكم؟ لا نلعبوا بلاس كيف كيف معناها. كيف كيف؟ اي مرات هي، ما خاطر ما تنجمش في السنيور، ما تنجمش تلعب جمعه بجمعه. سي حسب لي تاد فورم. قلت لي في الليجان لعبتوا حتى ميتون. اي في الليجان صغار هذيك يلزم هكاك، بالعكس في الليجان يلزم الناس الكل تشارك. موتيفي. بالطبيعه يلزم الناس الكل تشارك. في السنيور كفاية كنت تلعب انت، هو هو كان دوزيام تاعك. هو كان من الاول باش يلعب، ومن بعد كي انا رجعت واحد. ومن بعد هو زاد صارت له مشاكل مع المسؤولين واحد. والعام اللي بعده هو مشى هو للسي اس اس. اي بالضبط. فوالا. دونك هو اختار يمشي وباش تقعد، ما تكونوش نجم تقعدوا مع بعضكم زوج فرد. نجموا، كان هما ايزون سو جيري، ايزون سو نو جيري معناها. علاش نو صار؟ كيفاش ما عرفوش يجيريوكم؟ ما عرفوش حتى معناها كيما نقولوا بسيكولوجيكمون، ما عرفوش كيفاش ياترونا، معناها ما عرفوش كيفاش ياخذونا باش يستنفعوا بينا اون ميم تون زوز في نفس الوقت. هو مستحيل تلقى زوج ملاعبيه عندهم نفس النيفو تبدا علاقتهم به، اكيد يصيروا حاجات. لا الحمد لله، معناها ما عندناش هاك النيه الخايبه ولا اللي نتاع واحد باش يحفر ولا ما، كل واحد يذرع كي علاه فوك، هو كل واحد يخدم على روحه، ماذا بيه كل واحد يلعب، ماذا بيه كل واحد. فهمت كيفاش؟ كاس تونس 2000 ساهمت فيه، ظهر لي في ضربات الجزاء، نحيت ضربه جزاء وظهر لي واحده اخرى كانت. احنا ربحنا دمي فينال في سوسه بلانتيات. اي وربحنا في الفينال بلانتيات، ساهمت فيه بدرجه كبيره ظهر لي كوبا. الحمد لله. هي ذاك التتويج الوحيد ليك في الكلوب عندنا، وانت جارديان اساسي معناها الكوب هذيك. اي كاساسي الكوب هذيك برك يعني. شويه ولا شويه دون لو مزيور وقت الشامبيونا سيتي ديفيسيل باش تشد الشامبيونا. علاش؟ وقت الاسبيرونس مهيمنه وقتها كل شيء. تراجي كانت اقوى من الناس الكل وقتها. مهيمنه بكل النواحي، باش ما ندخلوش في ديتاي ونوليو نقولوا في تاويلات واحد، والناس الكل تعرف. تونس الكل تعرف، شكون انت؟ ايوا تونس الكل تعرف. معناها تاكد الكلام نتاع زياد الجزيري. بيان سور احنا وقت باش نلعبوا الدربي مثلا الجمعه الجايه، الجمعه هذه يعرفوا شكون اللي عندهم دو كارتون يعطيهم تروازيام، باش ما نلعبوش باش الجمعه اللي بعد ما يلعبوش. يا ما خالد تراجي كانت قويه برشا وقت. لا قويه. كانوا في ملاعبيه كل تقريبا في المنتخب. ما قلناش مش قويه. لكن فما صار ان ديزيكيليبر، فما زاد حاولوا حبوا يضعفوا النادي الفريقي وقت. علاش؟ هكاك خاطر الاكثر كونكورون للتراجي هو وقتها كانت ليتوال.
كيف كيف لتوال من غادي تحاول تعمل فيه كيليبر ما تعرف مسألة الساحل واحد ووقتها وقت بن علي واحد و... فما شوية أن كيليبر صاير فهمت كيفاش دونك دهك جاء على الفريق اي يما كوميم شوية كوب برك في هذا كل ما نتصورش هذا كل من الاربيتراج شوية عملت فينال وقت عملنا فينال كوب دي كوب تاع كوب دي كوب دافريك اي ما يقعدوا ياخذوا التتويجات هما يتفاجئوا في التاريخ الفينال هذيك خسرنا وقتها خسرنا في غادي واحد شيء وخسرنا فينال فينال مع فوزي بنزرتي وقتها عام 99 هذا اللي جاكم في سليب شيبوب ليله الماتش اي هذاك هو 99 علاش جاكم وقتها صار مشكل في الجايه هذيك صارت برشا تاويلات واحد وبرشا كلام وقيل وقال ودرا شنو من نوع شنو وقتها خاطر باش نلعبوا هما باش يلعبوا قبلنا يظهر لي بجمعه واحنا بعدهم اي زوز فيناليات وقتها حتى راجي كان عنده فينال راجي راجي اي ويظهر لي هما وقتها ما ربحوش زاده ولا كيفاش واحنا من بعد زوز خسرنا نحن لكن راجي كل كلو صحيح شامبيونز ليغ وكوب دي كوب كانت قبل كوب دي كوب اي كاس الكوس هذيك فينال وبعد عملت مارتين شنو هما التاويلات قلت لي صار وقتها بالجايه نتاعو دام على اساس علاش جاي وهو كما يقول البريزيدون تاع الترجي ودرا شنو فهمني كل واحد كيفاش يقراها راه انا بالنسبه لي انا ما راهاش معناها عملت شويه بلبله في الوتيل تي هذيك الكلمات وعلاش جاي وعلاش واحد ما صارتش حاجه تخبيه لا لا انا على حد علمي ما ريتش معناها ما ربحتش دربيات زيد دربيات لا لا ما ربحتش تعادلنا ولا خسرنا وبار كونتر ذلك ما عطاك ليتو ثلاثة ولا أربعة مرتين هكا اي فما دربي صارت فيه مشكلة وقتها يقول وقتها صار شوية تخاذل من الملاعبية فهمني في دربي من الدربيات هو الدربي هذا هو اللي بعد الفينال اي علاش وقتها بعد الفينال جاء دربي ديريكت وقتها كيف فما شكون وقتها حبوا ينحيوا فوزي بنزرتي صار تخاذل من الملاعبية باش نحيوا فوزي بنزرتي وقتها قد خسرت الكلوب خسرنا أربعة جست عاد يصير هذا في الكلوب معناها صارت ما نجمش نقول لك شكون ولا ما تقوليش مش مشكل ما تقوليش صارت فما قداش من الملاعب للاسف وقتها صارت قداش من الملاعبي فما ملاعبيه وكا هو ما يعرفوا لا ما تسمينيش ما قداش من الملاعب ما تسمينيك انا ما نعرفهمش انا بيدي راه انا وقتها كي نلعب ما فقتش بها من بعد وقت اللي تعمل فيدباك وتورياليز لي زاكسيون كيف صاروا والحاجات اللي صاروا تاع الماتش وتفهم اللي فما حاجات فما اسو بوان توصل الامور علاش فوزي كان عامل مشاكل في الايكيب لا لا بالعكس وصل بينا فينال هو يا اخي ايمن علاش؟ ما علاش فما ناس وقتها ما تحبوش يقعدوا صعيب في الخدمه شنو بالضبط؟ هذاك هو تبيعته فوزي الناس الكل تعرفه هذاك هو تبيعته معناها بالعكس هو غنيور نقول فهمني اي ما توصل تخسر دربي بربع معناها تقعد حتى معناتها فضيحه في تاريخ الجماعي اي مالوريزمون وقتها هو بتتر نيتهم باش نخسروا كاو مش باش نخسروا بربع فهمت كيفاش الدربي ذي عام قداش 99 هذاك هو وقت بعد الفينال هو هو بعد الفينال هما خسروا قبلنا بجمعه واحنا خسرنا فينال كوب دي كوب ومن بعد جات الدربي ولاد جمعيه هذوما فما ولاد جمعيه فما مش ولاد جمعيه وكاو معناتها واحد تربى في الكلوب يوصل يخسر ماتش بطريقه قلت لك ولد فيها حسابات خاطر حسابات على خاطر صارت مشاكل واحد وفما يلزم شكون يخلص جست شنو ما سمع حاشو تحكي بالضبط ما تسميش اسامي ما نقولش شنو صار شنو ما حسابات القلق ولا الكورون يباس با بين اللاعبين والانترونور ولا دونك فما ناس ولات ماتش ساعدها يقعد غادي فهمت تقول لك انا خساره في الدربي تنجم تمشيها فهمت كيفاش كيفاش تحكم عليها الباساج نتاعك في الكلوب اللي من قلت لي من 99 حتى ل 2006 هكا 2006 هو تنجم تقول من 99 ل 2004 وبعد قبل ما نحكيو على الغلطه الشهيره اللي صارت احكي لي من حتى لوقتها الحمد لله واحد قرر جي بي فير لو ميو كو جو بو وكا معناها واحد حاول يعمل اللي عليه ناجحه متوسطه الحمد لله سايت كانت نجم تكون مخير معناها خاطر احنا وقتها كان عند مشكله في التسيير زاد فولو دير كيما توا صاير توا هو شكون كان رئيس وقتها برشا تعدى وقتها فايد عباس فايد كان عباس وشريف بلامين صاروا برشا جرافيات وقتها خالد صار برشا جرافيات وصارت مشاكل وقتها على حكايه الفلوس هو راهو انا مشكلتي جيت في الفتره الانتقاليه ما بين الهواة والبروفيسيوناليزم وهذيك اللي انا بيرسونالمون ضرتني مثلا خاطر انا في 28 سنه عملت كونترا باربع سنين فرضوا علي باش نعمل كونترا باربع سنين انا لاخر لحظه نلعب نهار لحد ونهار جمعه مازلت ما صحتش قاعد نلوج في حل كيفاش برمي كونترا يدي قلت لهم انا عمري مش 20 سنه نكلم وقتها حتى في سيسمو نتاع الجامعه هذاك ولد حمام نلف اللي هو اللي عمل سن القوانين فهمني
قال لك لا برمي كونترا 4 سنين. يا ودي هديك اجعل منك يا ودي عمري 28 سنه، انا ما عمريش 18 سنه طالع مش مصغر مصغر باش تعمل لي برمي كونترا 4 سنين. اون فان كونت جيتي اوبليجي باش نصح وقتها كونترا 4 سنين. واحد الكلوب وقتها ما كانوش فيها برشا ملاعبيه، معناتها كانوا متواضع جيناسيون متواضعه شويه، فما شويه مديزيمون باهيين. وقتها المشكله عندنا مونك دو ستابيليتي في الافكتيف وفي الواحد، كل عام نبدلوا ياسر ملاعبيه، جينا برشا ملاعبيه فهمني. فما شكون قال لي حتى فما شكون وصل معناتها رئيس يخدم باش، فما رئيس ما رؤساء يخدم باش يعطي ترجي ماتشوات، معناها مش يعطي ترجي، ما صارت مشاكل سي فري يخدم مشاكل يخدم في البريود هذيك وقت اللي يشد بريزيدون والاخر اللي ما يشدش يبدا يخدم ضده سي فري. صارت مشاكل سي فري، يبعث جماعه تسد في الكرادا، يبعث نفس اللي صاير تو الكلون تاع عباس وبوسبيع، نفس الحاجات هذوكم. ما نعرفش عباس وبوسبيع قبل الكلون هذاك هو بيدو ولا، ولكن في نفس المشاكل معناها صارت نفس المشاكل سي فري. رجع بالضرر على الجو العام كما فهمت. بعد شويه باش نحكيو على الماتش الشهير ضد الفتح الرباطي مع خالد عزيز، تقريبا بدل لك مسيرتك الماتش هذاك خالد. ايه نقطه تحول كما نقولوا، هو نقطه تحول على خاطر انا جيت في وقت وفي وضع مش باهي معناها، كان جيت في وضعيه اخرى كنت اتعدى عادي ان برسيو معناها. باش نرجع نحكيو عليها باكثر تفاصيل.